مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف رئيس اتحاد غرف التجاره والصناعه والزراعه في لبنان الاستاذ محمد شهير، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. الهيئات الاقتصادية تطلق صرخة وطنية سياسية اقتصادية بعد يومين، فما هي عناوينها وهل ستلقى صدى لدى القوى السياسية؟ هل حكومة المصلحة الوطنية ساهمت بتحسين الوضع الاقتصادي أم بترديه؟ البنك الدولي أعد تقريراً أفاد بأن خسائر لبنان المتأتية من الأزمة السورية تقدر ب 7.5 مليار دولار، فكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ استاذ محمد اهلا وسهلا فيك. شكرا، اهلا فيك. ذكر انه راح بيكون عندكم صرخه بعد يومين، ما بتعتبر انه شوي مؤخره؟ يعني من بعد ان صار اللي صار، من بعد تراكم الازمات السياسيه والمشاكل الاقتصاديه. شوف، انا بدي اذكر انه نحن ب 4 ايلول 2013 عملنا اضراب، والقطاع الخاص يمكن لاول مره من 60 سنة سكر مؤسساته وعملنا يستعيد نشاطه، ولكن للأسف بعد ما بلشنا نشوف هالمتفجرات اللي صارت ومشاكل عرسال وداعش وهاللغة هيدي اللي عم نسمعها وتسكير طرقات وموضوع الخطف، شفنا انه البلد في خطر. موضوعنا نهار الجمعة مطلب الهيئات الاقتصادية، ولأول مرة حيكون في المجتمع المدني مشارك معنا، العمال مشاركين معنا، المهن الحرة أيضا مشاركين معنا. طلبنا واحد فقط لا غير، هو انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. نحن خلينا نشوف شوي استاذ الكريم، من أول ما انتهت ولاية الرئيس ميشيل سليمان البلد تراجعنا أمنيا، تراجعنا اقتصاديا، وتراجعنا سياسيا. يمكن في ناس مفكرة أنه البلد ممكن يمشي بدون رئيس جمهورية، وبخصوص أنه في حكومة مثل ما بسموها حكومة وحدة وطنية. لا، البلد منه ماشي. نحن إذا بنستمر هيك الانهيار الاقتصادي والاجتماعي سيحصل، وسيحصل قريبا. نحن حذرنا وعم نحذر، ولكن هالمرة الوضع فعلا لبنان واقتصاد لبنان والوضع الاجتماعي بخطر. الجريمة عم بتزيد، الإفلاس عم بتزيد، شيكات المرتجع عم بتزيد، مدخول الدولة عم بينقص، الاستهلاك نازل، كل المؤشرات الاقتصادية على تراجع. طيب، بهذا الواقع أو شيء، خلينا بس نوضح شو معناتها قريبا في انهيار، لأنه هيدي كمان من التحذيرات دائما، يعني كل سنة وبكل منعطف حضرتك وقبلك وقبلك وقبل اللي قبلك قريبا الانهيار. هلا شيء ما جي عندك اليوم خوف العالم، ولكن نحن في شيء ده أكتر من السابق، أكثر بكثير وأخطر بكثير من السابق. وأنا بعتقد أنه في رئيس الحكومة قال لهم الوضع المالي اليوم منه أهين من الوضع السياسي والأمني. هي أول مرة رئيس حكومة بيحكي هالكلمات. خلينا نشوف كل، يعني أنا أتمنى أهل السياسة يشوفوا كل الواقع ويشوفوا الأرقام. ما عم نحكي نحن لنخوف العالم، خلينا نشوف نحن ب 2014 قديه تراجعنا 2013 و13 قديه متراجعين. طب قديه بنقدر نتحمل؟ قد ايه ممكن القطاعات كلياتها تتحمل؟ بس عم ينقال انه 2014 احسن من 2013. كيف؟ حدا يجي يعطيني ارقام؟ يعني شفنا ارقام كيف؟ مثلا كيف؟ حركه كيف أحسن؟ مطار بيروت، اذا بدنا نحكي اليوم واردات الجمركيه نزلت 11% باول 6 شهور، بشهر تموز نزل 14%، التفاقه نزل 3%، اجمالي بتجاره التجزئه نزل 13.2%، البنك الدولي عم بيقول لك اليوم الدين وصل ل 67 مليار، الازمه السوريه لاول مره من 15 سنه لغايه اليوم بال 2014 صادرات اللبنانيه الى الخارج نزلت 18%. طب هذه كلها ارقام مش انا عم بعطيها، ولا مش لانه زاد الاستهلاك بالنسبه للصناعه بالداخل. موضوع الصناعه موضوع شوي يختلف. في المصانع اليوم الغير الشرعية السورية يلي هي عم بتأثر على صناعتنا، وهذا موضوع بتحب نحكي فيه على التفاصيل، لأنه إذا استمرينا هيك نحن خلال سنة سنتين ننعي ما تبقى لنا من صناعة بهالبلد.
خلينا مازال فتحنا هذا الملف. الموضوع منذ حوالي العام عم بتقول الحكومات والسلطات اللي هي عم بتتابع موضوع الصناعة والشركات والمؤسسات غير الشرعية السورية. نعم. هل هذا واقع؟ سيدنا الكريم خليني لك، أنا حذرت من هذا الموضوع مع الحكومة السابقة، وحذرت بهذا الموضوع مع الحكومة الحالية، وما في وزير مختص إلا عم حذر في هذا الموضوع كل يوم. خليني أنا أوضح، لبنان اقتصاد نحن منفتحين على العالم كلياته، وأنا برحب وأدعم أي مؤسسة سورية بدها تيجي على لبنان ولكن تكون شرعية. أنا ضد أي مؤسسة سورية أما غير سورية عم تفتح بلبنان وهي منا شرعية. هيدي عم تقدر اليوم تأذي الصناعة اللبنانية، لأنه صار في إذا بدك اليوم يعني إنتاج، وصار في كلف أقل من الكلف اللبنانية، عدم تكافؤ، ما بقى في تكافؤ اليوم بالكلفة الإنتاجية. أنا خليني أعطيك مثال، في 60 مطبعة بلبنان غير مرخصي، في مصنع للورق وللكتيناكس فتح بعنجر، عم سمي لك بعنجر اليوم، مقابله في 7-8 مصانع لبنانية سكري. الوضع فعلا خطر. أنا ابتداء من نهار الجمعة الغرفة حتعمل إعلان وحتشوفوها الكل بالجرايد، بطلب من أي شخص يبلغ عن أي مصنع غير مرخص. أنا بالنسبة لي حأبعت مكتوب لوزارة الداخلية، لوزارة الصناعة، وححط على الويب سايت الغرفة وحأعلن على الإعلان هذا المصنع غير مرخص، روحوا خذوا فيه إجراءات. أما المصانع المرخصة أنا كغرفة اليوم وكرئيس اتحاد أنا بدي أدعمها مثل المصانع اللبنانية. أنا عم بقول نحن اللبنانية منروح منستثمر بالخارج بأي دولة، نحترم القوانين. أنا بدي السوري يتعامل مثله مثل اللبناني، هذا المطلوب. بس مش يكون أفضل؟ لا أنا عم بقول اليوم حضرتك عم تشير إلى هذا المعمل في عنجر، شو الإجراءات اللي عملتها؟ أنا ما عندي سلطة، أنا بقدر أروح سكر؟ لا بس شو عمل؟ هذه في مسؤولية وزارة الداخلية، في مسؤولية البلدية، بلغت وزارة الداخلية البلدية. أنا حكيت مع وزير الصناعة في هذا الموضوع، وبرجع بقول لك حبلغ، وكل بلاغ أنا حأبعته لوزير الداخلية أم لوزارة الصناعة حنزله بالإعلام، حنزله على ويب سايت الغرفة، يقول في هذا المصنع غير مرخص. بس اللي سبق بلغت عليه وزارة الداخلية ولا بعد؟ بعد ما بلغت. لا طيب. بس حكيت في هذا الموضوع مطولا مع وزير الصناعة يلي أبدى كل استعداد للتجاوب معنا في هذه المواضيع. خلينا نرجع إلى محتوى المؤتمر اللي بتكون تعملوه نهار الجمعة. ما هي الأفكار الجديدة؟ ما هي الأفكار العملية؟ ما في أفكار، في صوت بس، في عنا شغلة واحدة، مطلب واحد، هو انتخاب رئيس جمهورية لنحافظ على مؤسساتنا، لنحافظ على اقتصادنا، لنحافظ على ما تبقى لنا من اقتصاد بهالبلد، لنحافظ على هالعامل يلي موجود في هذه المؤسسات. مشان انت بتعرف كل مؤسسة بتسكر اما بتنقل برات لبنان اما بتفلس، في مئات العيال عم تقعد اليوم تكون عاطلة عن العمل. واذا استمرينا هيك انا شايف الانفجار الاجتماعي سيحصل، وبدأنا نشوف اليوم الجريمة، السرقات يلي عم بيصير. نحن حنوصل يا أستاذنا الكريم لمكان في كباية مي وواحد لبناني وسوري واحد يقتل الثاني من أجل هالكباية المي، إذا ما من هلأ قدرنا اليوم ننقذ ما تبقى لنا من مؤسسات ونقدر نرجع يصير في وعي، يصير في وعي عند أهل السياسة أنه فعلا الاقتصاد بخطر، فعلا اليوم في وضع اجتماعي كتير صعب، الفقر عم بزيد، البطالة عم بزيد، الهجرة عم بتزيد. بتشوف اي صار اي شاب اليوم بتجي بتقول له، بقول لك امنيتي انا هاجر واترك هالبلد. صار في يأس عند الشباب، في 40% من شبابنا عاطلين عن العمل. وايضا انا طالبت الحكومه السابقه وبطالب هيدي الحكومه وعم كل يوم عم بحكي هذا الموضوع، يجب انه يكون في عنا قانون ممنوع على اي مؤسسه بلبنان توظف اكثر من 10% يد عامله غير لبنانيه. يا اما اليوم الشق اللبناني كله حيصير عاطل عن العمل ونستبدله بعمال من اجل الكلفه. هاي جريمه بحق الشعب اللبناني يلي عم بتصير. برمتوا ناويين تبرموا على القيادات السياسيه، شو كانت اصداء؟ يعني هذه معروفه مين يتمتع ب المفتاح اللي بيفتح الاستحقاق الرئاسي. في حكي صار انه من بعد المؤتمر الصحافي يصير في برمات عند أهل السياسة، أنا شخصيا ضدها، وأنا شخصيا بشوفها تضيع وقت، لأنه جربناها بالماضي مرة واثنين وثلاثة، بتروح
عند هالرئيس الكتلة أما عند مسؤول. أول شيء بيقول لك معك حق بس أنا شو بعمل شوف الفريق الثاني. ما في واحد بيقول لك أنا حأعمل شيء، ببلش بيشكي لك وبنعي لك كأنه هو مظلوم. بكل صراحة هذا موضوع أنا برأيي صار غلط. أنا بعتقد اليوم إذا ما صار في تجاوب سريع لانتخاب رئيس جمهورية ما بقى في غير حل وحيد، ينزل كل هالشعب اللبناني على الشارع ويطالب. إذا نحن ما تحركنا، الشعب ما تحرك، المجتمع المدني والهيئات والاتحاد والمهن وكل إنسان بده مصلحة البلد واستمرارية البلد وبده يبقى لبنان، يجب أنه ينزل على الشارع ويطالب بانتخاب رئيس للجمهورية. هيدا فكرة عم تعطيها ولا مشروع عم لا تفكر فيه؟ هيدا مشروع نحكى فيه وممكن نوصل له. نعم ممكن نوصل له. في تجاوب من كل الهيئات الاقتصادية؟ شوف حلق شالي، وقت ما بتكون أنت بالهيئات عم تحكي بعنوان واحد هو الاقتصاد الوطني وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على ما تبقى لنا من بعد مؤسسات وحفاظا على القطاع المصرفي يلي هو لغاية هلأ نشكر ربنا أنه ماسك البلد وماسك القطاع العام والخاص. أنا بعتقد ما في اثنين ممكن يختلفوا على أي طرح من أجل الاقتصاد الوطني. في كتير ناس بيقولوا أنه بين الهيئات الاقتصادية والقوى السياسية في تحالفات ضمنية، تفاهمات، شراكات لم تجعل انه الهيئات الاقتصادية ميالة للمسايرة ورفع الصوت من وقت لاخر، هيك نوع من رفعت. شوف نحن وصلنا لمكان مش رفع صوت، ما وصلنا لمكان انه في نمو 5 و6 و7 و10% وفي حكومة بتقول بدي زيد التبقى اما بدي زيد الضريبة اما بدي حط ضرائب جديدة. نحن اليوم الدولة هي خايفين، ونحن شايفين اليوم يعني ما عم بيقدروا يطلعوا موازنة. كلنا بنعرف اليوم في مشكلة، في مشكلة هلأ الدولة عندها استحقاق 600 مليون دولار ما نعرفين إذا بتقدر اليوم تقدر تجددهم أم لا. الدولة اليوم لأول مرة بخطر، وأكثر أكبر مثال موضوع السلسلة يلي بالأساس كان في خلاف كتير كبير بين السياسيين عليها، ناس بدهم اياها وناس عم بتزايد وناس بدها تكسب شعبية وكل واحد بده يزيد من عنده ليكسب أصوات بالانتخابات. وقت ما شافوا أنه الوضع فعلا يأخذ البلد إلى الإفلاس رجعوا كلهم قالوا هذا الموضوع سكرني. يعني في خوف اليوم بالدولة بما فيهم رئيس بري؟ أنا بدي أكيد بما فيهم رئيس بري أكيد. لا رئيس بري بيقول عم بيقول أن أنتم المعارضين. لا لا لا، وشفنا هيئة التنسيق هيجمت الرئيس بري أول واحد. الرئيس بري معني وبخاف على المصلحة الوطنية وعلى على على الدولة، من الطبيعي شايف أنه هذا الموضوع ممكن أن مش ممكن يأخذنا إلى الإفلاس وإلى الـ وإلى الـ وإلى الشفير الهاوية. طيب بظل هذا الأمر تتوقع أنه يكون في هالمرة استجابة سحرية؟ هقول لك شغلي، أنا يعني شفت اليوم صار في تأليف حكومة بالعراق، واللي عم نسمعه صارنا أكثر من 10 أيام أنه حكومة وحدة وطنية بالعراق وخاصة حكومة اعتدال ممكن تأثر إيجابا على لبنان. هذا اللي عم نسمعه، أتمنى هذا الشيء أنه يصير. أنا بعتقد اليوم نحن إذا ما نحن ساعدنا حالنا، وعم نسمع من كل هالسفرات الكبيرة طب أنتوا شو عملتوا؟ طب في خمسة لبنانية، مش ما عم أقول لك 100,000، في خمسة لبنانية تظاهروا قالوا نحن بدنا رئيس جمهورية. في كتير وزراء ما بقى عم نسمعهم عم بيطالبوا بانتخاب رئيس جمهورية، مبسوطين مطرح ما هن يعني نحكي الأمور. في رئيس الحكومة اللي بكل اجتماع عم بيطالب اليوم بانتخاب رئيس جمهوري، وفي قوى سياسية عم بتطالب وفي قوى ما عم بتطالب. أنا ما جاي هون إلا أقول شغلة واحدة، نحن كل مواطن لبناني خايفين على هالبلد، خايفين على استقراره على أمنه على اقتصاده، بطالب بانتخاب رئيس جمهوري بأسرع وقت ممكن. وأكبر غلطة إذا بدك يعني ارتكبناها ما صار في اتفاق بلبنان للتمديد أما التجديد للرئيس ميشيل سليمان، لأنه كان حرام نترك الفراغ. وشفنا البلد من يوم الفراغ لغاية اليوم قد تراجعنا. في بهذا الإطار ممكن تكون عم القوى الإقليمية مثلا تتدخل بهاللعبة عم تحكي معها؟ ما نحن عرفنا اليوم خلينا نكون الملف الانتخابي كان بلبنان، الخلاف اللبناني اللبناني عدم انتخاب وتسمية رئيس جمهورية، هن يلي حولوا هذا الملف إلى الخارج. ولكن إذا نحن ضغطنا بالداخل ممكن هالقوى السياسية كل واحد يضغط على فريقه الخارجي ويصير في تسمية وانتخاب رئيس جمهورية. قبل ما ننتقل لموضوع الأداء الحكومة بحكومة المصلحة الوطنية، سلسلة الرتب والرواتب نسيناها خلص راحت نسيناها. في إنسان عاقل
ممكن يفتح هذا الموضوع. خلينا نفكر كيف بدنا نقدر نضلنا ندبر معاشات اليوم القطاع العام. خليهم يشوفوا كيف يعني هالمعلمين كيف بضلهم يقبضوا معاشاتهم. يعني هيدا معلومات ولا دعوه ولا لا لا لا, لا هيدي اعتبرها دعوه, هيدا واقع. ما بدي اقول لك هيدا واقع اليوم. في فرق واقع الارض, فرق انه واقع الارض. وانا بقول لك اليوم هيدي هيدا موقف منك ولا موقف القيادات السياسيه. انا بقول لك لا, موقف القيادات السياسيه من كلها سوا. وانا بقول لك هيدي التنسيق صار بدها اذا بدك يعني مثل بيقولوا الستره يعني. وانا اتمنى لاقوله هيك مخرج حلو مشان ماء الوجه بس, لانه بعد 3 سنين ونص للاسف اخذوا البلد مظاهرات وتسكير وعلوا وخطبوا وهددوا وعملوا وساووا ورفعوا ايديهم وخاطبوا يا قوم. وفي يعني ما بدي فوت في هذا التفاصيل, انه هيدي الامور من الاساس لو دعيناهم مره واثنين وثلاثه واربعه ما في شيء بيصير بالشارع. تعالوا نقعد حوالين هيدي الطاوله, حكومه, هيئات اقتصاديه, اتحاد عمال عام, وهيئه التنسيق. لانه اكبر مشكله اذا نحن قدرنا نحل مشكلة اليوم موظفين قطاع العام اللي هن عددهم 230-240 ألف, شو بكون عملنا؟ سكرنا المشكل؟ بكون فتحنا مشكل مع القطاع الخاص يلي فيه بحدود المليون عامل بين مؤسسات وبين مهن حرة. خلصنا مشكل من 230 ألف وفتحنا على حالنا باب جهنم يلي بيه مليون حيطالبوا بزيادة غلاء معيشة, بزيادة مدارس. ويكون سعنا هون فعلا نحن عم نقضي بايدنا وعم نقوص ما تبقى لنا من اقتصاد. طيب بس هيدي استاذ محمد, يعني كهيئات اقتصاديه دائما انتم متهمين انه انتم مرتاحين, شو فرقانه معكم ماشي الحال, ليش الناس بدها هي تدفع ثمن الفشل حوالي. القوى السياسيه والدوله اتهمنا استاذ محمد اليوم الدوله نعم. هي المسؤوله, السياسات المتراكمه والمتعاقبه هي أكيد. اللي وصلت لبنان اكيد. طيب انتو كهيئات اقتصادية ماشي حالكم, يعني ما سمعنا حدا مرق بأي مشكلة. ليه الناس ممنوع يكون عندها شيء مقبول؟ شوف القطاع الخاص قديش في مؤسسات متعسرة, شوف انت تقرير كفالات, شوف قديش في مؤسسات اليوم ما عم تقدر تسكر. وبعدين نحن اتهمونا بحيتان المال, قلت لهم هالحيتان المال حنصير سردين, يعني نزلنا من حوت لسمكة صغيرة أصغر. أتمنى ما هالاقتصاد يصير قد السردين بالبلد. ما بنقدر اليوم حكومة صار لها سنة ما بنقدر نحملها مشاكل سياسات بس طبقة سياسية. يعني طبقة سياسية هي تداولت الحكم بالعشرين سنة الأخيرة. نعم. يعني مثل كأنه مطلوب من هالناس المعترين انه هن يبا يقبلوا عجز البلد الاقتصادي ومرتباته ما بتكفيهم لربع الشهر. هيدا وضعنا الحالي. بس اذا عم تحكي بالنسبة لموضوع المعلمين, هذا الموضوع حكينا فيه كتير, منهم معترين. يعني اول شغلة انت بتعرف كل ثلاثة ارباع اليوم الاساتذة القطاع العام هن يعني بعلموا اول شيء دروس خصوصيه بالبيت, واغلبيتهم كمان بمدارس القطاع الخاص. انا بقول لك الوحيد يلي انظلم هو اساتذه القطاع الخاص, لانه ما لحقتوا زياده غلاء المعيشه, ويلي انا هيدي حقه ياخذها وحقه ياخذها مع مفورجه. اما القطاع الخاص اخذ زياده غلاء المعيشه من سنتين. القطاع العام قصدك؟ القطاع الخاص اخذها, انه لازم ياخذها القطاع العام. وقطاع العام اخذها, بس معلمين القطاع الخاص اللي ما اقروا لهم اياها, وهذا ظلم بحقهم, وهذا حقهم ياخذوها باسرع وقت ممكن ومع مفعول رجعي. بس كمان هيدي اليوم بترجع تفتح ملفات من جديد لاخرين. لا لا عم اقول لك الكل اخذها, القطاع الخاص والعام قبض زياده غداء المعيشه. مش هي الفكره انه اليوم القطاع العام بغير يعني بغير اجنحه اخذته, التعليم الجامعي, القضاء. هلا كان في غلطه, إذا عملوا غلطة بالقضاة وعملوا غلطة, بس قديش عددهم وقديش كلفتهم؟ وخلينا نشوف قدي كلفة السلسلة كلياتها. نحن لغاية اليوم صرنا 3 سنين ونص بنحكي بالسلسلة, وبعد ما في رقم حدا بيقدر يقول لك قدي كلفة السلسلة وقدي ممكن تكلف من هلأ ل 15 سنة. أنا ما بهمني شوف قدي بدها تكلف اليوم, أنا بهمني بدي شوف قدي بدها تكلف بعد 15 سنة. لأنه أنت بتعرف عدد المتقاعدين كل سنة في 3-4 آلاف, وانت بتعرف انه معدل العمر الله يطول بعمر الجميع عم بيزيد. يعني قديش الاعباء بدها تزيد بعد 3 و5 و15 سنة, واذا مالية الدولة تستطيع انه تدفع كل هيدي المبالغ حتكون متراكمة عليها. بس في شغلة مرقت بقلب الحديث, كل القوى السياسية اليوم قررت طي صفحة السلسلة. يعني شوف السلسلة يعني كل ما يحكى خليني اقول لك شغلة,
السلسلة بدها يعني الرئيس بري لليوم عم بيقول انه لا اتفقنا وقفي على نقطة. هقول لك شغلة، السلسلة بدها تصير، انا ما عم بقول انه ما بدها تصير، بس ما بتصير بوضع يعني حكومي بدون رئيس جمهورية، وضع امني، وضع سياسي، اقتصاد بالارض، نمو صفر، بطالة 40. بدنا ننطر لنقدر نظبط هذا الموضوع، وبدها تصير مع اصلاحات. هني شو المشكلة؟ نحن وصلنا لمرحلة قبلنا بال 1800 مليار ليرة، يعني مليار و200 مليون دولار، 600 مليون دولار اللي ندفعوا غلاء معيش و600 مليون دولار جديد قبلنا فيهم كهيئات، ولكن هن اللي رفضوا، هن اللي رفضوا. وأنا أتمنى أكون غلطان، ما يكون في طرف سياسي عم بقول له نرفضه مشان يعملوا بلبلة بالبلد. رفضوا، ما قبلوا يزيدوا ساعات الدوام، ما قبلوا إصلاحات. ما بتصير اليوم نقدر اليوم نعمل سلسلة رتب الرواتب بدون ما يصير في إصلاحات بالبلد. ساعتها هون فعلا عم ناخد القطاع، يعني عم ناخد البلد إلى شفير الهوى. نعم. في أمر آخر مرتبط فيه كمان، في إشكاليات اللي عم تصير بالضمان الاجتماعي، هل انفتح هذا الملف ولا بعده مثل ما هو؟ هذا موضوع سياسي، وموضوع أنا بده اتفاق سياسي وأكبر مني وأكبر من الهيئات الاقتصادية كلياتها. أنا بالنسبة لموضوع الضمان الاجتماعي عم بشغل على مشروع، صرنا سنة عملنا له الدراسة الكاملة. هذا المشروع عم بدرسه مع الاتحاد العمال العام، وهو لكل المتقاعدين بعد سن التقاعد، بعد سن 64 يضل في عنده طبيب واستشفى إلى مدى الحياة. هذا موضوع بيعطي استقرار اجتماعي، هذا موضوع إنساني، لأنه أنا باعتقادي أي شخص على 64 سنة إذا أحواله تراجعت وما يقدر يعني بالنهاية هو بيعوز الطبابة من بعد 64، وأي شخص بعد 64 ما تمكن يقدر يشتري مثلا لحمة أما سمك ما بيموت، ولكن إذا ما تطبب بعملية أما بعدم أخذ دواء ساعتها ممكن أنه يخسر حياته. ضمن أي إطار رح بتكون؟ مين بده يغطيها؟ ضمن الصندوق الاجتماعي؟ هيدا بده يغطي، لا بده ينفتح له صندوق خاص له، بده تزيد الاشتراكات، بده يتحمل اسم من الاشتراكات القطاع الخاص، اسم الموظفين، وبعد فترة زمنية يجب أنه الدولة أنه تشارك فيه. في هذا بهذا الإطار في ناس بتقول أنه لتحرير الوضع بالضمان يجب إلغاء ورقة واحدة، وهي ورقة براءة الذمة، هل أنت مع هذا الطرح؟ أنا بدي أقول لك شغلة، أنا مع إعادة هيكلة الضمان. كلنا بنعرف تأسس من سنة 64 بمشروع قانون، وأخذوا هذا المشروع من فرنسا. فرنسا صاروا مغيرين القانون ومحسنين القانون 500 مرة، ونحن بعدنا مشروع قانون في مرسوم في مرسوم اشتراع مرسوم في اليوم بالضمان، بده هيكلية إعادة، بده من قوانين مجلس الإدارة لصلاحيات اليوم الوزير، تنعرف شو صلاحيات الوزير، لصلاحيات المدير العام، لمكننة الضمان. يجب مكننة الضمان، إذا ما في مكننة، بس برجع بقول لك موضوع الضمان الاجتماعي موضوع سياسي، وأنا بعتقد اليوم إذا في قرار سياسي ممكن نحسنه، إذا ما في قرار سياسي الضمان بيستمر هيك 100 سنة. خلينا نجي للوضع الحكومة الحالية، حضرتك أشرت أنه في تراجع بكل المستويات في ظل الحكومة الحالية، فيما في كتير ناس بيعتبروا أنه خلق استقرار معين. ليش ما أنت مرأة؟ استقرار في استقرار معين، وهيدا الشيء نحن شايفينه، ولكن أنا عم بحكي بأرقام اقتصادية اليوم، بتراجع اقتصادي. ما في قطاع بلبنان اقتصادي إلا ما تراجع، وهيدا سببه الوضع الأمني والوضع السياسي. نحن ننسى أنه من يومين يعني كنا عم نقول ممكن أنه الحرب الأهلية بلشت، وعناوين الجرايد من يومين كان هل أنه هي بداية 74 مثل 2014؟ بقى لا، نحن الوضع فعلا في وضع خطر. طيب، ونحن خايفين اليوم يا أستاذ الكريم أنه لا انتخاب رئيس جمهورية، لا انتخابات نيابية، لا تمديد للمجلس النيابي، ومن ثم انه يحرقوا ولا تفرض هذا الحكومه. طيب، يعني هيدا الخوف الكبير. طيب، في ناس كثير بيقولوا انه على القوى الاقتصاديه، يعني ما يسمى بلبنان الهيئات الاقتصاديه، نوعا ما توجيه الاقتصاد اللبناني بشكل يقدر يتحمل الخضات المتتاليه، يعني بما يشبه هندسه الزلازل في اليابان وكاليفورنيا. نعم، هي انت بتعرف الزلازل بتحمل لدرجه 7 8 9، نحن وصلنا للتسعة إلا شحطة، بس 9.5 بنفرط، مش ما نبيع حكي لبعض بكل صراحة. ما في سياسات ما نبيع حكي اليوم، نحن وصلنا إلى مكان ما،
الاقتصاد اليوم الوطني قدر يصمد سنة واثنين وثلاثة وأربعة، بس ما بيقدر يصمد أكثر من هيك. ما تحملوا أي قطاع وخاصة قطاع المصرفي أكثر ما بيقدر يحمله. كلنا مرتبطين ببعضنا وكل الاقتصاد مرتبط اليوم بالقطاع المصرفي، ما نحمل هذا القطاع أكثر ما يقدر يتحمل بهيدا. يعني مثلا أنتم كغرفة صناعة وتجارة ماذا تفعلون من أجل الاقتصاد والصناعيين والتجار وحتى القطاعات السياحية المرتبطة فيكم؟ هلا شغله موضوع السياحة، ما بتقدر تسوق لبنان بوضع اليوم الأمن وعدم الاستقرار السياسي والأمني. أما بالنسبة للصناعيين اللي نحن أكثر شيء عم نقدر نتحرك هو للخارج لفتح أسواق جديدة. أنت بتعرف أنا عملت مع أسبوع لبنان في جدة وطلعنا 300 مؤسسة صناعية بشهر نيسان 2014 على المملكة. أنت بتعرف أنه نحن دعمنا موضوع التصدير النبيت، عملنا معرض ببرلين وعملنا معرض بفرنسا. الغرفة عم بتساعد بضم بكل إمكانياتها بالمعارض ونبعث ناس تفتح لهم أسواق جديدة، هي عم نعملها. وهلا نحن الوحيدين اللي تحركنا بالنسبة مشان موضوع روسيا، وهذا موضوع أتأمل يعني إنه إذا بنقدر كلنا نحط إيدينا بإيدين بعض ممكن ساعتها نعوض الخسارة الكبيرة يلي لحقت بصادراتنا وباقتصادنا. أنا عندي كتير أمل في هذا الموضوع. أنت بتعرف إنه أنا زرت اليوم لثلاث وزراء وصار في اجتماع مع ثلاث وزراء نهار الاثنين، وبكره نهار الخميس السفير الروسي حيزور الغرفة وعملوا لقاء مع الهيئات الاقتصادية كلياتها لنقدر نباشر نصدر إلى روسيا. لبنان عنده منتج جيد، عندنا مواصفات جيدة، في كتير مؤسسات يلي هي بتصدر للاتحاد الأوروبي تستطيع أن تصدر إلى روسيا. أنا طلعت كل هذه المصانع واليوم بالذات بعثت أنا إيميل لكل هذه المصانع عم بسألها هل عندك اهتمام وعندك كميات مشان تجاوبني. أنا من عندك هون من الام تي في، أي مؤسسة اليوم بتصدر لأوروبا وعندها المواصفات الأوروبية تتصل بالغرفة، لأنه في فعلا فرصة كتير كبيرة بالنسبة للسوق الروسي. وما بدنا نحن نستفيد فقط لأنه في هلأ عقوبات على أوروبا من روسيا. نحن بنفوق على السوق الروسي ما بس بموضوع المأكولات والخضار، لا، نحن في عنا صناعة كتير جيدة في عن بكل المجالات، وهذا الموضوع اللي أنا بكرة بدي أطرحه مع سفير روسيا. بهذا الإطار في كتير ناس بيتسألوا ليش ما في يصير في تعاون مع وزارة الخارجية لكي يصبح السفراء الناس عم بتحاول تفتح أسواق. صار في تعاون لأول مرة، صار في مؤتمر وإجوا كل سفراءنا وحكينا في هذا الموضوع. ولكن نحن اليوم بأزمة، يعني في شيء بتقدر أنت تبنيه على 4 سنين وخمس سنين. نحن بحاجة إذا بدك لإنقاذ سريع، وبعتقد لإنقاذ السريع هو السوق الروسي. وأيضا بكون موقف جيد من لبنان أنه بخلال هالفترة يلي روسيا بحاجة نحن عم نقدم صناعتنا، عم نقدم هذه الخدمات وأيضا جيدة للإنتاج اللبناني نفوت على هذا السوق الكبير. تقليديا السفراء والبعثات الدبلوماسية تساعد الاقتصاد اللبناني؟ شوف أنا أحكي كلمة حق، ما في سفير قصدته إلا ما كان فعلا لبى وساعدنا. يعني بس كانوا عم بيقوموا بهالدور؟ كان عم بيقوم بهالدور، نعم كانوا عم بيقوموا بهالدور. يعني أنا خبرتي مع سفيرنا في المملكة، مع القنصل في المملكة، مع السفير عساكر بباريس، مع قنصلنا العام بميلانو يلي فعلا حاطين خدماتهم وكل وقتهم، يعني ما ترددوا لأي طلب وقت ما نحن اطلبنا منهم، وخاص اي شيء بخص اكيد الاقتصاد والصادرات اللبنانيه. لانه في ناس بتسالوا انه اذا كان عندك هيدي الشبكه من السفراء ليش عندك ازمه تصدير؟ شوف، هو السفير بالنهايه هيدا وقت ما اجوا السفراء، السفير ما حياخذ بضاعه اذا بدك اليوم ويقدر ويروح يسوقها. السفير بده يفتح إذا بدك باتصالاته، ونحن يعني ما عم نروح على مكان إلا فعلا عم نتصل بالسفارة، والسفارة عم بتكون واقفة حدنا وعم تتعاون مع الغرفة. يعني هو وقت ما في زيارة لبرا بتصير الزيارة ضمن اتصال بين السفارة وبين الغرفة بيروت جبل لبنان، أما اتحاد الغرف. بس أنت ما تنسى أنه نحن من آخر حكومة بال2010، من 2010 لغاية هلأ ما في رئيس حكومة عمل زيارة وأخذ معه القطاع الخاص.
اما من 2010 ونزول من ايام الله يرحم الرئيس الحريري كان يعني كان يسوق لبنان. ما سافر الرئيس الحريري الا زياره خارجيه الا ما كان معه وفد من الهيئات الاقتصاديه ومن الصناعيين الكبار من 30 و40 شخص. وهذا اللي بتامل انا من اي رئيس حكومه يقدر اول شيء يحط براسه انه هي تسويق بلده. نعم. خلينا نتوقف استاذ محمد مع فاصل اعلاني نعود بعده لمتابعه حلقتنا. بشكل خاص نتكلم على الازمه السوريه انعكاساتها على الاقتصاد اللبناني والمسائل المرتبطه فيها. مشاهدي ام تي في، هذه المحاور مع استاذ محمد شقير رئيس غرفه الصناعه والتجاره والزراعه والسياحه، رئيس غرف هذه الغرف في لبنان، محطه ونعود. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا رئيس غرفة الصناعة والتجارة والسياحة في بيروت وجبل لبنان ورئيس الاتحاد الأستاذ محمد شقير. أستاذ محمد، البنك الدولي كان عنده دراسات مقلقة بالنسبة للعبء الذي يشكله النازحون السوريون إلى لبنان، هل التراجع في كل القطاعات ولا في شيء قطاع من القطاعات ممكن يستفيد؟ أنا كنت عم بقول لك إنه نحن لغاية 2013 كان كل القطاعات على تراجع، ولكن كان القطاع الصناعة كان في الصادرات كانت زيادة، وكنا شيء الأرقام عم نقول يعني وقت ما في أرقام جيدة بنعلن عنها، وقت في أرقام عم تتراجع أيضا بنعلن عنها. ولكن هالسنة هاي لأول مرة من 15 سنة مثل ما قلت القطاع الصناعي على تراجع، وقلت إنه سببه هيدي وجود المصانع السورية لغير شرعية اللي بدأت تنافس الصناعة اللبنانية، وإذا استمرت هالمصانع بلبنان أنا بقدر أقول لك بس ليش يعني كيف تأثر على الصادرات هيدي؟ كيف تأثر على ليه بتتراجع الصادرات إذا كان في معامل غير شرعية؟ ما في مصانع أقفلت بلبنان، في مصانع وقت ما شافت كلفتها صارت الكلفة التشغيلية عالية بلبنان، عم بيجي مصنع السوري ما عم بيدفع تفئة، ما بيدفع ضريبة، ما بيدفع ضمان اجتماعي، ضمان اجتماعي. اللبناني عم يدفع الحد الادنى ب 600 دولار. المصنع السوري عم بوظف موظفين سوريين ب 200 دولار، هالمصانع اللبنانيه عم بتسكر، ما بتقدر تنافس هذا المصنع الغير الشرع السوري. وقت عم بتسكر يعني احنا وين بضاعته عم بتروح السوري؟ السوري اولا في ناس عم بتصدر وهيدي في مسؤولية، ما بتنحسب هيدي صادرات لبنان. لا أول شيء في كتير أمور عم تتصدر بطريقة غير شرعية، هيدي شغلة، وبالاستهلاك المحلي. أنت شوف اليوم بكل المناطق اللبنانية قد البضاعة السورية صارت موجودة بلبنان. هيدا فعلا يعني نحن إذا بنستمر هيك، وهذا الموضوع أنا قلته لمعالي وزير الصناعة، نحن بعد سنتين يعني بتنقر الصناعة اللبنانية، ما بقعد في مصانع. في مصانع لبنانية اللي عمرها 50 و60 و70 سنة، مصانع عريقة عم بتعاني. في ناس عم تطرح انه يجب الاستفادة من هذا الواقع، وطرحت اقتراحات على مستوى البنية التحتية للاستفادة من العمالة السورية لبناء بنية تحتية لبنانية يستفيد منها اللبناني والسوري، على مثل سكة الترين، على هذا بده تمويل. هذا التمويل من بده يجي؟ مين المساعدة؟ خلينا نحن هذا قرار البي او تي، البي او تي بده القانون موجود، القانون البي بي بي موجود اليوم بمجلس الوزراء. ليش ما بتنطرح هاي القضايا كافكار تستوعب اليد العاملة وتستفيد؟ نحن هلا شغله وحده، نحن بالاساس نتمنى اليوم ان يعود الاستقرار باسرع وقت ممكن الى سوريا، مثل ما مبين مش بالقريب. نحن ما بدنا اليوم نجي نخلق فرص عمل، ويعني في عندك مشكله البقاء، مشكله يعني ما بدنا نوطن بطريقه غير مباشره. لا، نحن يجب، انا بعتقد لازم يكون في اي لبناني اي سوري موجود بلبنان بده يشتغل لازم يكون في عنده اقامه واجازه عمل، يعني ضمان اجتماعي وايضا يجب ان يصير في قانون اليوم اكثر، مش اكثر من 10%. في مؤسسات بلبنان يا أستاذ صارت 80% سورية و20% لبنانية. أنا ما في مشكل إذا وضعنا جيد، ولكن أنا ما بقدر كون أنا اليوم عم فكر بطريقة إذا بدك يعني يكون بطريقة مع السوري ضد اللبناني. أنا الأولوية اللبناني ومن بعدها بفكر بالسوري. ما بقدر كون أنا اليوم أعطي
أولوية وأفضلية للعامل السوري، لا، الأولوية والأفضلية للعامل اللبناني ومن ثم العامل السوري. يعني في أحد الأشخاص قال لي هيدا موضوع إنساني، كيف تحكي فيه؟ قلت له ما بقدر أكون إنساني مع السوري وعديم الإنسانية مع اللبناني، وهذا شيء طبيعي. عندك انطباع أنه في حدا بالدولة اللبنانية يعمل جديا على هذا الملف؟ أنا بعتقد أنه مجلس الوزراء أخذ قرارين كتير مهمين. أولا هو موضوع الإقامة ليقدر يحصر العدد، وثانيا موضوع اليوم شددوا الدخول النازحين يعني إلى, إلى, إلى لبنان، وخاصة هالأشخاص اللي هي إجت على لبنان بسبب أنه لقت بلبنان رغم كل الظروف أنه وضع المعيشة والحياة أحسن من سوريا. بأي شخص عم بيقدر يتنقل يروح ويرجع على لبنان صار فيه عم بيشددوا عليه، ولكن هذا الشيء ما بيكفي. احنا عم نقول بده إقامة وبده إجازة عمل، وبدك قانون يمنع أي مؤسسة بلبنان توظف أكثر من 10%. بس عمليا فيك تقول لهم أنت لأصحاب الأعمال استخدموا بوقت اللي حضرتك عم بتشير إلى الكلفة الصعبة والكفاح اللي عم بتخوضه لتبقى طيبة، فيك تقول له ما تستفيدي من هاليد العاملة الرخيصة؟ لا حلق شيء، إذا طار البلد وصار في انفجار اجتماعي اللي بيبقى شيء؟ بتبقى مؤسسة بلبنان؟ إذا الجريمة زادت والسرقات زادت مثل ما عم نشوف كل يوم؟ ما هي عملية؟ أي اقتصاد بدك تبقى؟ إذا ما في استقرار اجتماعي اليوم ما بقى في بلد، بطير البلد كلياته. بس يقال أنه الجرائم عم بتزيد وكل هذه القضايا عم بتزيد نتيجة اللاجئين يلي ما عندهم شغل. لا، وأيضا بسبب كمان في عندك كتير، شوف بدأنا نشوف مشاكل اليوم وشعارات على الجدران بين اللبناني وبين السوري. بلش الشعب اللبناني يحس أنه هذا السوري بدأ يخذله من رزقته وعم يخذله من, من, من لقمته. هذا الشيء عم نشوفه أمر واقع. أنا برجع بقول الوضع السوري بلبنان وضع إنساني، ما بنقدر إلا نكون إنسانية معهم، ولكن الأفضلية دائما بدها تكون للبناني ومن ثم السوري. أنا بعطي أفضلية للسوري على أي عامل تاني، بس ما بقدر أعطي أفضلية عن العامل اللبناني. في عم ينطرح ببعض يعني كبار المفكرين الاقتصاديين أنه تنعمل لهذه المصانع غير الشرعية مناطق حرة. أنا ضده 100% ضده. هني عم بيقولوا انه اذا بتجي بتخلق هالمناطق الحره ما احترامي تمنعها، انه ما احترامي لارائهم انا اكون اكيد انا وهيئه الاقتصاديه اول ناس اليوم نوقف ما بقدر اجي اعمل صناعات اليوم وادخل. انا بدي اقول لك هل حدا بيعرف بالسياسة امتى بتنتهي الامور بسوريا؟ ممكن اليوم وممكن بكره وممكن بعد 10 سنين بعد 10 سنين. الطرح تبع هؤلاء كيف بدك تطلعهم بعدين؟ الطرح تبع هؤلاء انه بتكون هذه مناطق حره تمنع يمنعوا من انه يوظفوا يسوقوا بلبنان، ويكون كل نتاجهم مخصص للخارج، بيستوعبوا عماله سوريه بفوتوهم بالضمان وبيستفيد الضمان الاجتماعي اللبناني، وبشكل خاص بتكون استوعبت هذه الحاله، وبس يخلص الوضع بسوريا بيروحوا هن ومعاملهم وعمالهم الى سوريا. صار في نقاش كتير بيني وبين اشخاص في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع بخوفني لا بقاء من بعد ما تنتهي الأزمة بسوريا. وقت بتنتهي الأزمة إذا بدك السياسية والأمنية بسوريا في موضوع الاقتصادي، بكرة بيقولوا لك الاقتصاد تعبان، ما قالون من نخليهم 5 سنين 7 سنين، يعني بكون قعدوا 10-15 سنة، يلي صار في ولادات بلبنان يلي تعود على لبنان لا منفوت بكون عم نفوت حالنا فعلا بمشكلة كتير كبيرة اليوم يمكن ما منحس فيها، ولكن حس فيها بعد 10-15 سنة. ما ننسى نحن اليوم بين الفلسطيني وبين السوري صار 50% من الشعب غير لبناني، ما منقدر اليوم نجي نفتح على حالنا هيدا الباب. خلي اليوم اللي بده يساعدنا بهالمناطق خلي يساعد اليوم الحكومة اللبنانية لتقدر اليوم تستقبل هالسورية، تبني لهم مخيمات، تأمن لهم المي والكهرباء. نحن ما عم نستفيد أي من أي شيء. إذا بتشوف بالأردن، الأردن حتى عم تاخد من الأمم المتحدة بدل تلوث، انه في صار في كميه شعب زياده عم يلوثوا بدل تلوث. نحن ما بدنا بدل تلوث، بس ساعدونا لنقدر نامن. نحن شو مشكله المي بدات، موضوع الكهرباء يعني عندنا مشاكل وزادت مشاكله، البنيه التحتيه ما بتتحملهم، المدارس اللي فتحناهم الاقتصاد صار حاطط 9 مليار بسبب اللاجئين السوريين. وين المساعدات؟ اجينا مساعدات بعشرات الملايين، حتى طلبنا منهم اليوم للأمم المتحدة طب شغلوا المصانع اللبنانية.
شغلوا المصانع اللبنانية، عم بتجيبوا الأكل للاجئين، اشتروهم من سن... مش كلهم، اشتروا 10 20 30% من المصانع اللبنانية، هذا الشيء ما صار. مين بيجيبوه؟ نعم بيجيبوه، عم بيستوردوهم من برا. الحركة المرفق، ليه حركة المرفق اليوم عم بتلاقيها زايدة؟ زايدة كل هالمأكولات اللي عم تجي من برا، طيب ليه عم تشتروا اليوم من تركيا ومن مصر ومن ما بعرف وين، ما عم تشتروا من مصانعنا بلبنان؟ وأنا بقول لك إياها، وإنه نحن قدرانين نأملكم بلبنان نفس السعر اللي أنتوا مع الكلفة، وقت عم تجيبوه مع تركيا ما في اتفاقة وفي جمارك وفي نقله، نحن كلفتنا أرخص، تفضلوا اشتروا وشغلوا وشغلوا مصانعنا، على القليل إذا مصانعنا اشتغلت وعندها 100 عامل بتقدر تجيب لها 10 عمال 20 عامل سوري ساعتها، بتقدر تكبر، بتقدر تحسن، بتقدر تخلق فرص عمل. شو كان الجواب؟ إي معكم حق، بدنا ندرسها، وين صارت؟ ما ندرس شيء. طيب هيدي ما بدها لوبينج ومتابعة؟ عم نتابع، لك ما عم نتابع، هذا عم نتابع، ولكن هيدي بدك كمان حكومة تحط إجرة على الأرض وتقول أنا بدكم اليوم 30% يكون صناعة وطنية على القليل المأكولة. بالحكومة اللبنانية شو قالوا؟ ولا ما حكي ما حكيت معهم بعد فيها؟ الحكومة عم تسعى، بس كل ما بتجي بتحكي مع الحكومة بتقلك في ملف الأمن والملف السياسي هن الأولوية عندها، وأنا ما عم دافع عن الحكومة، بس ما بقدر لوم وقت ما بشوف اليوم صرنا من يعني داعش وانفجارات وعصابات والنصرة وكان بدأنا بالانفجارات الانتحارية بشهر حزيران، وصلنا لهلأ لموضوع الجيش لموضوع الخطف، ما بقدر لوم الحكومة يعني. بس مسألة بحيوية مثل هيدي لا مش لازم تكون هي أولوية؟ بالنسبة أنا إذا عم تقول لي أنا أكيد هيدا أولوية، لأنه هيدا بيرجع بيشغل لك اليوم مئات أما آلاف من العيال اللي بترجع اللي هنا عطني على العمل، ساعتها بنخلق لهم فرص عمل وبنشغل مصانعنا، ومصانعنا مهيئة وعندنا الإمكانيات وعندنا النوعية وعندنا الجودة وأحسن بكتير من بضايع عم تجي من برا نحن بنقدر نسلمها. برأيك السبب الحقيقي شو هو لعدم الركون إلى الصناعة اللبنانية؟ شوف ما بعرف شو في لعبة، ليش بالسياسة يمكن عم بدعموا هالدول عم يشتوا منها، ليش يمكن ما في ثقة يعني قبل كنا نسمع ما في ثقة بالحكومة القديمة، بس هلا الحكومة هيدي يعني أنا بعتقد قدر تعطي الثقة للخارج وقدر أو عندها دعم الداخل كمان، ما بعرف ليش في هالشيء ناقص، ما عم نفهم ليش بصراحة ما في مساعدات للبنان، صار في مؤتمر وعلى أساس بدنا وراح الرئيس ميشيل سليمان مشكورا على نيويورك وفتحنا صندوق، ولكن ما اجى اي مساعدات شفناهم بالملايين. اذا بنقارن نحن كم لاجئ سوري عنا بلبنان مقارنه مع تركيا مقارنه مع الاردن، نحن عدد سكان لبنان ومساحه لبنان نحن المفروض يجينا 5 مرات اكثر من يلي اجى للاردن، نحن للاسف ما اجى 10% من يلي اجى للاردن للاسف. طيب هيدا مسؤوليه مين هيدي النقطه؟ هذه مسؤوليه الحكومه وخاصه الحكومة السابقة، لأنه مع هذا الموضوع ما تعالج وما كان في ثقة أصلا بالحكومة السابقة للأسف. في مسؤولية الدول العربية، خلينا نتذكر لقاءات الكويت يلي أيضا راح عليها الرئيس السابق ووعود يلي قطعت ولم يأتي شيء ولم يوزع لاجئين ولم يأتي أي أمر، هي كم هي مسؤولية الحكومة السابقة؟ أنا بقول لك هذا يمكن أنا عم بقول يمكن في قرار دولي يمنع اليوم مساعدة لبنان بالوضع الحالي، ليش؟ ما تسألني لأنه لو عندي جواب كنت بقول لك إيه. عندك انطباع هيك؟ أكيد. إذا اليوم ما طب ليش عم بتساعدوا اليوم سوريا وتركيا؟ عم بتساعدوا الأردن وتركيا، تركيا ما بحاجة، اقتصادها قوي، صادراتها 140 مليار دولار، 40 مليون سايح، ليه عم بتساعدوا ما عم بتساعدوا لبنان؟ هل في قرار هو إنه اليوم نضرب لبنان؟ يعني هذا سؤال أنا عم بسأله أتمنى حدا يقدر يجاوبني عليه. طيب في شيء ما عم نفهمه، يعني لا مساعدات، ما عم بتساعدونا لنقدر نشغل مصانعنا، بنيجي بنشوف وفود عم تجي انه لبنان وانتو عم بالشكات المحبه وبالحكي الحلو عم نسمع على الارض للاسف. بس شفنا مساعدات ماليه من الولايات المتحده بموضوع اللاجئين، وشفنا من المانيا بس خجولة وفرنسا خجولة جدا، بس ما شفنا مساعدات عربيه. يعني لو عندي جواب بقدر اقول لك اتمنى يصير في مساعدات اليوم. نعرف المملكه العربيه السعوديه بخلال فتره وقفت مع القوى الامنيه ومع الجيش ب 4 مليار مشكور على هالموضوع، بس المملكه اليوم عم تبعث اليوم مساعدات للاجئين،
في مساعدات عم تجي للاجئين. مساعدة شو؟ عينية؟ ايه عينية. في كمان عم يشتروهم برا. بس انا بقول لك برافو عليهم، عم يشغلوا مصانع. ما بتقدر تقول للسعودي عم يشتري بالسعودية يعني، عم يشتري من السعودية. اما اليوم الاوروبية عم يشتروا من غير دولهم ليقدروا يبعثوا لنا. لا، ساعتقدوا افضلية الى الصناعة اللبنانية. استاذ محمد شقير، رئيس غرفة الصناعة والتجارة، اهلا بك في ام تي في. شكرا، وان شاء الله موفقين بمؤتمركم بعد بكره. ان شاء الله نوصل لنتيجة، هذا المهم. مشاهدينا، الشكر لكم للمتابعة، وتذكير ان بامكانكم متابعة اخر الاخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر، وام تي في لبنان نيوز على موقع فيسبوك، وعبر موقعنا الالكتروني mtv.com.lb. شكرا والى اللقاء.